أهلا بكم في رسالة صوتية رقم 9 من رسائل حملة أنا خلاص بدأت وهستمتع بالحياة. النهاردة يوم الجمعة 30/9/2011 وهنكمل رد على الأسئلة. لبنى عزوزي بتقول: يا دكتور، أنا سمعت الرسالة الصوتية الثالثة، كل اللي أنت بتقوله منطقي، ولكن أنا عندي تساؤل أرجو منك التوضيح. أنت قلت أنه جميع الدعاء مستجاب، وأن الإنسان هو المسؤول أنه يخلي الحاجة خير أو شر، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما بيردش أي دعاء، صح؟ أنا عايز أعرف فين بيدخل حكم الآية اللي بتقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سؤالك رائع يا لبنى. مبدئيا عاوز أوضح حاجة مهمة: كل الطلبات اللي الإنسان بيطلبها في الدنيا، اللي هو بيدعو بيها أو بيسأل ربنا بيها، هذه الطلبات مجردة، بيتم إجابة الطلب أو إجابة الدعاء بالحاجة اللي أنت عايزها. تعاملك مع الحاجة دي بقى هو اللي بيخليها شر وهو اللي بيخليها خير. سيدنا يوسف عليه السلام دعا ربنا بالسجن، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فدخل السجن. كان ممكن يتضايق وهو في السجن وينهار ويصبح السجن شر له، وممكن يعمل زي ما عمل وبالتالي أصبح السجن خير له. السجن هو حالة مجردة الإنسان دعا بها فاستجيبت، تعامله معاها بقى هو اللي بيحاولها خير وهو اللي بيحاولها شر. عشان كده ربنا قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يمكن تكون الحاجة اللي انتوا بتكرهوها دي فيها خير ليكوا، انت لو تعاملت معاها صح هتخليها خير. يعني مثلا لو انا دخلت على واحد مريض لقيته تعبان ومتضايق وقلت له: مش يمكن المرض اللي انت فيه ده اللي انت بتكرهه يبقى خير، وسبته ومشيت، ده هيعمل فيه ايه؟ هيخليه يقعد يفكر: ايه ده؟ ممكن يكون المرض خير، ده بيكفر لي الذنوب، ده بيطهر جسمي، ده بيخليني اشوف الناس المريضة واعرف قيمة الصحة. فعلا المرض جه خير، ساعتها اول ما المرض ينتهي هو استفاد استفادة رائعة من هذا المرض، وغير طريقة تفكيره وبدأ يحمد ربنا على الصحة والنعيم اللي كان عايش فيه قبل كده وهيعيش فيه بعد كده. وربنا قال في القرآن: لئن شكرتم لأزيدنكم، وبكده هيقعد فترة طويلة بإذن الله بلا أمراض، لأنه بيحمد ربنا على الصحة. والحمد هنا مش بالكلام، لازم تحمد من قلبك. على فكرة عاوز أوضح لكم حاجة مهمة: كل دعاء سيدنا محمد قال عليه من قال كذا هيحصل كذا، أو من قال حين يصبح ويمسي كذا هيحصل كذا، المقصود هنا مش قال، يعني قالها ببقه. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، صباحا لم يضره شيء حتى يمسي، ومساء لم يضره شيء حتى يصبح، مش معنى كده اللي قالها كده وخلاص، بالعكس. القول هنا هو قول الروح، قول القلب، انك تعيشها وانت بتقولها. قول الروح على فكرة وقول القلب هو خيال، مش كلام بالشفايف. يعني انا لما اقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، ببقى حاسسها بكل كياني ومتخيل الارض والسماء قدامي، لا يمكن اي حاجة فيهم هتضرني باسم الله. تاني هقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أنا بقولها بكل كياني وشايف الكرة الأرضية كلها قدامي، لا يمكن أي حاجة تضرني لأني قلت بسم الله وهو سميع وعليم، وسمعني دلوقتي من وسط ملايين بل مليارات البشر. ساعتها هتحس ان انت بتترج من جوه بتقولها بقلبك. هنا هو معنى القول، قول القلب وقول الروح بالخيال، تعيشها قوي وبالتالي هيتحقق اللي انت قلته. نرجع لسؤال لبنى.
واحد تاني جاله فلوس وفاكرها خير، فبدأ بقى يروح ويصرف ويصرف. قمت انا جاي قايل له مش يمكن الفلوس اللي انت بتصرفها دي وبتحبها تبقى شر ليك؟ فوق ساعتها هيقف وهياخد باله. يبقى الآية هنا جايالنا عشان تحذرنا وتعلمنا. احنا لازم نتفق ان كل الكتب السماوية ربنا منزلها زي كتالوج تمشي عليه عشان تستفيد. انا هستفيد ايه لو انا في الكتالوج مكتوب خلي بالك ممكن اللي انت فيه يبقى شر وممكن اللي انت فيه يبقى خير وربنا عارف؟ استفدت انت ايه بقى؟ ده انا كده جيت لخبطتك. يعني انا لو الناس فهمت الآية دي ان ربنا بيقول لنا ممكن يحصل لكم حاجة وحشة وتبقى هي خير، وممكن يحصل لكم حاجة حلوة وتبقى هي شر، وربنا يعرف وانتوا تعرفوش. لو انت فهمتها غلط ممكن تبقى قاعد متلخبط مش عارف اللي جاي ده خير ولا شر، قاعد مرعوب، قاعد طب يا ترى خير، طب يا ترى شر، طب ايه اللي هيحصل، طب هعمل ايه. هتفضل طول حياتك في تردد وفي قلق وفي خوف، انت مش عارف في ايه. وفي ناس كتير للأسف عايشين كده، ولكن ربنا قايل لنا الآية دي عشان نفوق. كل حاجة في الدنيا مجردة بحسب نظرتك ليها وبحسب تعاملك معاها هتاخد. ربنا بيقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ركزوا شوية في الآية دي بجد، اللي هيستوعب الآية دي صح هيعيش في نعيم طول حياته. تاني ربنا بيقول في القرآن ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فكروا فيها بعمق شوية كده، ليه ربنا قال في آخر الآية لعلكم تذكرون؟ يعني عشان تفضلوا فاكرين كل لحظة وكل حين. أيوة نفتكر إيه بقى؟ إن من كل شيء خلقنا زوجين. إيه ده؟ يعني إيه؟ هستفيد إيه لما أفضل فاكر كل لحظة وكل حين إن من كل شيء ربنا خلق زوجين؟ فكر معايا شوية كده. ومن كل شيء خلقنا زوجين، هل معناها زي ما في ناس كتير فاكرة إن ربنا خلق من كل حاجة ذكر وأنثى؟ فكر كده. هو ربنا قال ومن كل كائن حي؟ لا، ربنا قال ومن كل شيء، يعني أي حاجة موجودة في الدنيا كل شيء له زوجين. الكمبيوتر اللي قدامك ده شيء له زوجين، الكيبورد اللي قدامك شيء لها زوجين، انت نفسك شيء لك زوجين، انا شيء ليا زوجين، المصيبة شيء لها زوجين، الفلوس شيء لها زوجين، البلد شيء لها زوجين، المرض شيء له زوجين. يبقى يعني ايه زوجين؟ ايوه يعني وشين، وش بوزيتيف ووش نيجاتيف، وش خير ووش شر. انت لو بصيت لوش الخير لن تجني من هذا الشيء الا كل الخير، وانت برضو لو بصيت للوش الشر لن تجني من هذا الشيء الا وش الشر. يبقى لما ربنا يقول لنا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بيلفت انتباهنا للوش الخير، للحاجة اللي بنكرهها عشان نستفيد من الخير. وبيقول تاني وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، بيقولك خلي بالك ممكن تكون اللي انت بتحبه ده شر، بص على الوشين عشان تعرف هل هو شر ولا خير، وانت بتاخد من الوش اللي فيه شر ولا الوش اللي فيه خير عشان تفضل على طول في سعادة ومن كل حاجة تاخد منها بس الخير. سيدنا محمد قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. مين ده بقى؟ المؤمن مش الشخص العادي. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، يعني هيحصل له الخير. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، يعني برضه هيحصل له الخير. لما يحصل له حاجة وحشة بيصبر لغاية ما يلاقي الوش الإيجابي، لأنه إيه؟ لأنه مؤمن. والمؤمن هنا معناها مصدق
وعارف ان في ربنا وان كل حاجة ليها وشين، وان ربنا مديني القدرة اخلي اي حاجة في حياتي خير لما اعرف ابص لها صح. ربنا قال في القرآن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت طريقة نظرتك ما في نفسك، طريقة تفكيرك، طريقة العمليات العقلية اللي جواك وانت بتحلل الموقف اللي انت فيه، ممكن بطريقة التفكير دي تخلي الشر خير وممكن تخلي الخير شر. لن يتبدل اي شيء فيك الا لما تغير طريقة نظرتك. وكذلك المجتمع، في قاعدة فقهية بتقول ما ينطبق على الفرد ينطبق على الجماعة. بلدنا عمرها ما هتكون في خير إلا لما كل واحد فينا يتغير، وكل واحد فينا عمره ما هيكون في خير إلا لما جواه يتغير. التغيير دايما يبدأ من الداخل. عشان كده الحملة دي اسمها أنا خلاص بدأت، وأنا هستمتع بالحياة لما كله هيقلدني. بمجرد ما أبدأ بإذن الله كلنا هنستمتع بالحياة، وبإذن الله هنعمل تغيير مبهر بإن حياة بلدنا كلها تكون سعيدة. بس لما كل واحد يركز على نفسه، ملوش دعوة بأي حد غيره. المرحلة اللي بلدنا بتعدي بيها دي محتاجة فقط التركيز على النفس مش التركيز على الغير. عفاف إبراهيم بتقول رسالة صادمة جدا، يعني أنا ممكن أدعي بيقين بحاجة مش خير ليا وربنا يستجبها؟ طبعا يا عفاف، قلنا قبل كده كل دعاء مستجاب، وده كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال كل دعاء، ما قالش الدعاء الخير. عارفين ليه؟ لأن كل حاجة أنت بتدعيها زي ما قلت قبل كده هي مجردة، تعاملك معاها هو اللي بيخليها خير وهو اللي بيخليها شر. هكرر تاني، كل حاجة في الدنيا هي مجردة، تعاملك معاها هو اللي بيخليها خير وتعاملك معاها هو اللي بيخليها شر. وبالتالي لو انت دعيت ربنا، وانا شفت ناس كتير للأسف لما يكونوا في حالة ضيق او خنقة يدعي على نفسه. انا مرة جات لي واحدة المركز كانت منهارة جدا وحالتها النفسية متدمرة. قصتها انها كانت بقالها فترة طويلة بتعاني من السمنة، ولفت على دكاترة كتير علشان تخس معرفتش. فعرفت في يوم من الايام ان مريض السكر بيخس بسرعة، فقعدت وهي منهارة وبتعيط بتدعي ربنا تقول له يا رب يجيلي مرض السكر. قعدت تدعي كتير، للأسف جالها مرض السكر، ومرض السكر بهدل جسمها جدا، وقعدت تخس 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 لغاية ما شكلها بقى أوحش مما كانت تتوقع، وجسمها بقى نحيل جدا زي ما نقول كده. مرض السكر بهدلها وبهدل جسمها، وقعدت ندمانة ندم شديد إنها دعت ربنا بهذا المرض. النقطة المهمة ان احنا نكون عارفين ان اي دعاء احنا هندعيه ربنا هيستجيبه. تعاملت معاها مع موضوع السكر وخلتها تشوف الجوانب الايجابي من المرض ده، وعرفتها ان طالما ربنا استجاب لك يبقى انتي مجابة للدعوة وربنا بيستجيب دعواتك. ادعي بقى الفترة الجاية ربنا يشفيكي بيقين زي ما انتي دعيتي بيقين وبحرقة قوي ان ربنا يصيبك بمرض السكر عشان تخسي. وفعلا بدأت تستفيد من مرض السكر اللي جالها، وتعدلت حياتها جدا، والحمد لله بعد فترة مرض السكر انتهى من جسمها، وأصبحت دلوقتي أحد الناس النشطاء اللي هم بيحاولوا يوعوا الناس ضد مرض السكر، وانضمت إلى جمعية بتوعي الشباب علشان ربنا يحميهم من هذا المرض. يبقى أي دعاء أنت هتدعيه ربنا هيستجيبه. أكتفي بهذا القدر ونكمل الحلقة الجاية إن شاء الله. أشوفكم على خير. أحمد عمارة.